ومن الفوائد أنه قال جل وعلا هنا وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، يعني هم جمعوا بين صفتين، منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. ما هو خرابها؟ هدمها، ولا هدمها؟ نعم، خرابها نوعان، خراب حسي وخراب معنوي. فالخراب الحسي أن تهدم مثل ما يفعل في بعض البلدان الإسلامية والعربية التي يجري فيها ما يجري، نسأل الله أن يرفع وأن يكشف ما نزل بهم، تهدم المساجد ظلما وعدوانا. هؤلاء يدخلون في هذه الآية وسعى في خرابها. لكن لو قال قائل أهناك دليل من القرآن ذم فيه من خرب المساجد تخريبا حسيا؟ نعم، في أول سورة الإسراء قال جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة، يعني أفسدتم الفساد الثاني، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي مسجد هنا الأقصى، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني ليفسدوا ويهلكوا ما علوا عليه وسيطروا عليه تتبيرا. إذن هذا خراب حسي، دليله هنا. هناك خراب معنوي، الخراب المعنوي أن تبقى المساجد على ما هي عليه ببنيانها، ولكن أن تخرب بماذا؟ بما يفعل فيها مما يغضب الله من البدع، أو خرابها أن يمنع المسلمون من أداء العبادة فيها. والأدلة موجودة في القرآن، مثل ما صدت قريش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية لما أتى معتمرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، والآية التي في سورة الأنفال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.